نرحب بضيف حلقتنا في هذه الساعة الدكتور فريد أبو ظهير، أستاذ الإعلام في جامعة النجاح، انضم إلينا من نابلس. دكتور فريد، مساء الخير. محادثات القاهرة لا تبدو يعني أنجزت إلى حد اللحظة، ولكنها على كل حال لم تفشل، وفي هذا ربما مكسب. ما آخر ما وصلكم من تسريبات حول هذه المحادثات، وأين وصلت الأطراف في هذه الجهود؟ بداية شكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك. فيما يتعلق في الحوار في القاهرة والمفاوضات، الحقيقة إنه الأمر، طبعا أنت تعرف أن المفاوضات يفترض أنها لا تنتهي، لا تتوقف، لأنه دائما هناك اقتراحات ومناقشات لهذه الاقتراحات. حركة حماس والمقاومة الفلسطينية اليوم أعادت، على لسان أسامة حمدان، أعادت وضع النقاط على الحروف، وقالت إنه لا يمكن الاتفاق على صفقة وعلى هدنة إلا بشروط ثلاثة. الأول، وقف إطلاق النار الكامل، أو على الأقل أفق لوقف إطلاق النار. ثانيا، الانسحاب الكامل من قطاع غزة. ثالثا، المساعدات بالكامل لأهل غزة. هذه أهم المبادئ. طبعا هناك شروط أخرى مثل أعداد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين، ونوعيات هؤلاء الأسرى. الاحتلال الإسرائيلي بالمقابل، يعني ما رغم أنه لم يحقق أي هدف من الأهداف التي وضعها للحرب، إلا أنه يملك ورقة واحدة فقط في هذا الإطار، وهي قتل المدنيين. يعني هذه هي النقطة الموجعة للشعب الفلسطيني والمؤلمة للمقاومة. طيب هذا، ولكن لا تستطيع المقاومة أيضا أن تبيع دماء الفلسطينيين بدون مقابل. طيب دكتور فريد، هذا المحتل، والكل يعرف الآن والأرقام ليست سرا، يعني دفع فاتورة كبيرة، أيضا أعداد قتلاه وأعداد جرحاه وأعداد المرضى نفسيا، ومرغ أنفه في أوحال غزة. فما الذي يدفعه للتعنت في موضوع الانسحاب الكامل أو الوقف الكامل لإطلاق النار؟ يا أخي، نتنياهو أعلنها بصراحة ووضوح في أكثر من مرة، وقال أن عدم تحقيق أهداف الحرب يعني هزيمة لإسرائيل. هذه الكلمة كررها نتنياهو كثيرا، وحتى وزراؤه كرروا هذه العبارة. ما لم يتحقق الهدف، وهو القضاء على المقاومة في غزة، أو وقف أي تهديد أمني وعسكري من غزة على دولة الاحتلال، فهي هزيمة للاحتلال. وقال نتنياهو بالحرف الواحد، قال إذا ما وقفت الحرب، إذا ما توقفت الحرب، فسوف نوقع على أمور ستكون يعني باعتبار هزيمة كاسحة للاحتلال. ولذلك يعني رغم الخسائر، وحتى المواطن الإسرائيلي، في أكثر من مواطن خرج على وسائل الإعلام في عمليات استطلاعات رأي إعلامية، وقالوا بالحرف الواحد إنه ما الذي حققناه مقابل كل هذه التضحيات أو كل هذه الخسائر. فلذلك الآن هناك إجماع، أو لا أريد أن أقول إجماع، هناك تأييد ساحق في المجتمع الإسرائيلي نفسه على الاستمرار في الحرب، رغم كل الألم والخسائر، ورغم إضافة لقضية إجلاء المستوطنين من منطقة غلاف غزة وما يتبع ذلك من تداعيات داخل المجتمع الإسرائيلي. ولذلك هم يعني يريدون أن يحققوا شيئا، ويريدون أن يذلوا الشعب الفلسطيني، ولم يجدوا طريقة إلا قتل المدنيين، لأنه لم يستطيعوا أن يصلوا للأسرى الإسرائيليين، ولم يستطيعوا أن يقضوا على المقاومة، لأنه كل يوم في عمل مقاوم في داخل غزة. فلذلك لا يوجد أي خيار سوى المزيد. ولذلك جاء هنا كلام سموتريتش إنه يجب أن تستمر الحرب، ويجب أن نمنع المساعدات، ويجب أن نقضي على حتى الأطفال الفلسطينيين، وهكذا من التصريحات المتطرفين الإسرائيليين. طيب، ولذلك يعني بالنسبة للإسرائيليين، طالما أن القتل هو في صفوف الشعب الفلسطيني، فليست مفرقة معهم يعني. طيب برأيك المحادثات ستبقى مستمرة حتى آخر لحظة قبل رمضان، أم ربما سويعات وتحسم، إما
إما بالتوصل إلى صفقة أو بالإعلان عن الفشل؟ يعني أولاً الإعلان عن الفشل ليس مستبعداً، يعني ضروري نفهم هذه المعادلة، ليس بالضرورة دائماً أن يكون هناك فعلاً، يعني خذ مثلاً قضية المساعدات، يعني رغم كل الوعودات رغم كل المحاولات إلا أنه فشلت إدخال المساعدات لغزة، بل بالعكس يعني أنا بعتقد في الغرف المغلقة هناك من المسؤولين الإسرائيليين من يقول للضباط على المعابر أنه أعيقه إدخال المساعدات، آلاف الشاحنات موجودة خارج قطاع غزة تنتظر السماح لها بالدخول ولكن لا يسمح لها بالدخول. معنى هذا أن هناك قرار سياسي بمنع إدخال المساعدات للضغط على المقاومة. الضغط على المقاومة هو في الجانب المدني، قتل المدنيين سواء بالقصف وتدمير البيوت على أصحابها أو حتى الآن بمنع المساعدات وخلق حالة مجاعة وكارثة إنسانية، ولذلك الاحتلال مستمر بهذا النهج. وكما قلت يعني ليست مسألة كبيرة بالنسبة لهم لأنه كل يوم بيقتلوا عشرات أو حتى يصل إلى 100 أو أكثر من المدنيين، أضف إلى ذلك الخسائر الفادحة في الأطفال. اليوم قبل قليل كنت أقرأ تقرير 17 ألف طفل سيكونوا أيتام في غزة فضلا عن تقطعت أوصالهم وشردوا من بيوتهم، والناس يعيشون في حالة يعني يمكن أن يكون عاشها الناس الحروب قبل 4000 سنة، وإحنا الآن في القرن 21 ولا تستطيع 193 دولة في العالم 8 مليارات بني آدم لا يستطيعوا إدخال كوب ماء أو رغيف خبز إلى غزة. طبعا هي 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 الولايات المتحدة بالتأكيد بإمكانها أن تمارس ضغوط على المحتل الصهيوني وأن تنفذ كل ما يحتاجه أهالي غزة من إدخال مواد غذائية من إدخال مياه من كذا، ولكن الأمريكي الحقيقة لا يبدو أنه راغب في ممارسة هذه الضغوط، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وكأنه يرمي الكرة في ملعب حماس ويقول بأنه على حماس الآن أن تتخذ قرار وأن تقبل بهذا المعروض وتمضي على الصفقة بصورتها المعروضة. ماذا يعكس هذا الموقف الأمريكي؟ اسمح لي بهذه النقطة هنا بهذه النقطة اسمح لي. أولا المعادلة كالتالي: وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع لإفراج عن الرهائن ثم سنقضي عليكم. تخيل انت يعني المنطق يعني ليس انه بعد انتهاء هذه الفتره سيعيد ترتيب الامور واعاده اعمار غزه، لا لا لا، بعدها سوف نقضي عليكم، لن نتوقف الا بعد القضاء عليكم. هذا واحد. اثنين، وارجو انه تسمح لي في هذه النقطه اوضح شوي، الولايات المتحده هي اداره الولايات المتحده كاذبه ومضلله وايضا ليست مشاركه، هي يعني تقود الحرب وتمولها وترسل السلاح وتريد اغاثه الناس. شوف التناقض، يعني هم يرسلون 40 الف او هناك روايات 65 الف طن من المتفجرات سقطت على غزه ويريدون بالمقابل ان يدخلوا مساعدات. تخيل التناقض. يعني انا سمعت يعني تغريدات من الامريكان نفسهم يقولوا انه يعني بيضحكوا علينا في هذا الكلام. امريكا نفسها اخي الحبيب، امريكا نفسها قامت بفظائع في غوانتنامو، قامت بفظائع في العراق وفي الصومال، قامت في فظائع هي وبريطانيا في موريشيوس، جزيره موريشيوس اللي احتلوها الانجليز في الستينات وعذبوا اهاليها وقتلوهم ورحلوهم عن البلد، وهناك يعني وثائق في هذه المواضيع وفيتنام طبعا وغيرها. كيف الآن نريد أن نصدق، يعني اللي بقرأ التاريخ كيف يريد أن يصدق بأن الولايات المتحدة حريصة على الأطفال وعلى المساعدات وعلى المدنيين؟ أنتوا يعني ديروا بالكم على المدنيين في قضية رفح، بعدين مش مشكلة اضربوا رفح. يعني هذا منطق؟ هذا الولايات المتحدة شريكة في الإجرام بالكامل، والولايات المتحدة فقط تستخدم أساليب العلاقات العامة لتضليل الناس وتستخدم كلمات معسولة، يعني لما يقولوا مثلا إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن هي عبارة عن حملة انتخابية لبايدن. نقطة أول السطر. هم لا يريدوا، لا ليسوا، صدقني هم ليسوا معنيين لا بأسرى إسرائيليين ولا برهائن
ولا بأطفال غزة ولا بالمجاعة ولا بغيره أبدا. هم يزنون الأمور بميزان المصلحة. ولذلك يعني أرجو بس آخر جملة أحكيها، إنه في مفهوم في الغرب اسمه مفهوم النفعية، إنه كل شيء يحقق مصلحة فهو أخلاقي، كل شيء لا يحقق مصلحة هو غير أخلاقي. كيف بلينكين الآن يقول إنه الآن الملعب الكرة في ملعب حماس، وهو شريك أصلا للاحتلال، هو ليس وسيط نزيه، هو شريك، ولذلك ليس من حقه أن يقول الآن الكرة في ملعب حماس. هو هذا المستغرب دكتور فريد، الكرة بحق في ملعب إسرائيل. هو هذا المستغرب دكتور فريد، أن الولايات المتحدة بهذا الموقف وبهذا الانحياز وبهذه المشاركة الواضحة والمفضوحة في العدوان، إلا أنها تقوم بدور الوسيط، فلا أحد يعلم ماذا يعني تعريف الوسيط في هذه الحالة. لكن المستغرب أيضا إصرار الولايات المتحدة في كل تصريحاتها على فترة 6 أسابيع هدنة أو تهدئة. لا تتحدث الولايات المتحدة أبدا على وقف دائم لإطلاق النار، ودائما مصرة على قصة 6 أسابيع. ألا يخفي هذا أيضا مآرب ربما تعد لها أمريكا، وكأن أمريكا أحرص على جرف ما تبقى من غزة أكثر حتى من المحتل الصهيوني؟ بالتأكيد. أصلا الولايات المتحدة منذ حوالي 3 أشهر، يعني بعد بداية الحرب بحوالي 2 شهر، قالت بما معناه أنه نحن، يعني طبعا أسلوب مبطن جدا، قالت نحن لا نتفق مع قيادة الاحتلال الإسرائيلي في إنهاء حماس عسكريا، وإنما لدينا أساليب سياسية للقضاء على حماس بالتعاون مع أنظمة وحكومات عربية وبالتعاون مع المجتمع الدولي وأوروبا، نستطيع أن نقضي على المقاومة في غزة. فهم في النهاية نفس الهدف لكن أساليب مختلفة. ومع ذلك الولايات المتحدة لا تتردد أبدا بإرسال الأسلحة، أسلحة اللي بيسموها ماس ديستركشن، الدمار الشامل، يعني القذيفة الواحدة تهدم بنايات. لا يتورعون عن إرسال هذه الأسلحة، الذي لا يتورعون عن إرسال طائرات ووحدات كوماندوز ووحدات استخبارات. حتى بريطانيا شاركت في طائرات التجسس على أسس بصمة الصوت وغيرها من الأدوات التقنية العالية هاي. فلذلك يعني هم شركاء بالكامل. كيف هل من حق بايدن أو بلينكين أن يقول الآن على حماس أن تقبل؟ هو لا يجرؤ أن يقول على نتنياهو أن يقبل كذا، أو على نتنياهو أن يدخل المساعدات، لا يجرؤ. تخيل يعني إذا بتدقق بالتصريحات، لا يوجد أي تصريح أمريكي أو حتى أوروبي، يعني حتى أوروبا التي تتباكى على الأوضاع الإنسانية في غزة، لا يوجد أي تصريح يقول إنه يجب على إسرائيل إدخال المساعدات وإلا سنتخذ قرارات. لا يوجد هذا الكلام. فهم ليسوا وسطاء نزيهين على الإطلاق، هم جزء من هذه الحرب، وهذه الحرب هي بين قوسين يعني مجازا، هي حرب عالمية على غزة، هي حرب عالمية تشارك فيها كبرى الدول في العالم، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، ومدعومة من دول كثيرة أخرى. أختم معك بهذا التصريح المثير لوزير المالية الصهيوني سموتريتش، يقول إن الرد الإسرائيلي هذا يذهب إلى أبعد مدى، إن الرد الإسرائيلي الوحيد لإعادة المختطفين يجب أن يكون العودة إلى حرب شديدة الحدة واجتياح رفح. إلى أي مدى يعبر هذا الموقف عن 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 كتلة وازنة داخل حكومة الحرب الصهيونية، وتعكس ربما أن المحتل في النهاية ربما قد يذهب إلى هذا في هذا الاتجاه؟ طب أنا بدي أسأل سؤال. الآن جانتس ذهب إلى البيت الأبيض أمس واليوم، ولبيد وبراك وحتى هذا زعيم المعارضة وأحد زعماء المعارضة كلهم كان ينتقد الحكومة في أدائها، ويريدون عودة الأسرى الإسرائيليين كأولوية إلى آخره. هل هؤلاء يختلفوا مع القيادة الإسرائيلية في الحرب وفي قتل المدنيين؟ أبدا.
ابدا، هم يتنافسون على طريقه اداره المعركه ضد الشعب الفلسطيني باختصار، وهم يؤيدوا موقف نتنياهو بعدم اقامه دوله فلسطينيه وعدم عوده او اخذ الفلسطينيين لحقوقهم. يعني عمليا لا يجب على بعض العرب الفرح بذهاب غانتس يعني بعيدا عن اراده نتنياهو، كلهم واحد وكلهم مجرمون. ابدا ابدا، يعني حزب العمل سابقا يعني كان من اكثر الاحزاب يعني مرونه وقدره على تسويق نفسه وتسويق دولته، وبنفس الوقت اكثر حزب ارتكب مجازر ضد الشعب الفلسطيني، ولذلك سموتريتش هو الوجه الحقيقي للاحتلال. وهذا هو الوجه الحقيقي اللي يخفيه الاخرون بكلمات معسولة وببعض الاساليب الدبلوماسيه ولغه العلاقات العامه التي يعني يفهمها كل انسان لديه عقل واعي. ولذلك سموتريتش انا برايي يعني هو نموذج للقيادات التي قادت شعوبها الى الهلاك. الدكتور والبقيه هم نموذج للقاده الذين يريدون ان ينقذوا بلادهم من الهلاك بالاساليب الدبلوماسيه. الدكتور فريد ابو ظهير استاذ الاعلام ادركنا الوقت. يعني بس غير مستغرب ابدا من سموتريتش وغيره. هذه السياسات، ولذلك الان المجتمع الاسرائيلي كله بيتجه نحو التطرف. الاستطلاعات للراي بتقول سموتريتش وبن جفير يعني بحصلوا حوالي 15 الى 18 مقعد في الكنيسة، وهذا عدد كبير جدا يعتبر. واضح. الدكتور فريد ابو ظهير استاذ الاعلام في جامعه النجاح كنت معنا من نابلس، اشكرك جزيل الشكر.